السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله موعدنا مع الجزء السادس من هاد السلسلة هادي. ان شاء الله اليوم غادي نطبق معكم هاد البندة هادي، وغادي نوضح لكم علاش درت هاد القياس هذا، وعلاش اختاريت ان يكون عندي ثلاثة ديال السطورة. يعني هذا هو الجواب ديال السؤال اللي طرحت لكم في السلسلة السابقة. وشكر خاص للاخوات اللي سمعوا السؤال وجاوبوني علاش هاد الخدمة هادي رققتها او صغرتها على هادي. هادي انا ما بغيتهاش تجيني عريضه الصراحه. انا بديت بحال هاد الموديل هذا، يعني خدمت على 4 ديال الشعرات، 4 ديال السطوره ديال العقيق، ولكن بعد فاش خدمت لاحظت بان العقيق هاد الخيط هذا عندي يعني السمك ديالو رقيق بزاف. يعني 4 ديال السطوره جاتني بحال اللي نخدم على 3، جاتني بحال اللي نخدم على 3، لهذا اضطريت انني ندوبل الخيط، يعني نزيد شعره واحده اخرى، يعني باش نحصل على 5. كيف ما تلاحظوا عندي هنايا 5 ديال الشعرات، 5 ديال الشعرات. ومن بعد فاش خدمت 5 ديال الشعرات جاني العرض ديال الخدمه عريض بزاف، يعني جات 7 سنتيم. كيف ما تتعرفوا هذه فيها 6 سنتيم، هذه 5، واللي درت ب 5 ديال الشعرات و 4 العقيق يعني حصلت على يعني عرض من هذه، عرض منها بسنتيم. يعني الخدمه جاتني عريضه بزاف، لهذا يعني حاولت انني نقص واحد السطر ديال العقيق باش الخدمه ديالي تجيني بهذا الشكل هذا. يعني هذا قياس ملائم. هاد البنطه هذه فهي مخدومه على 5 ديال الشعرات، 5 ديال الشعرات، العقيق مهرس رقم 3. ودابا غادي نخليكم مع الدرس. يعني من بعد ما تخدم السطر الاول، لاحظوا مزيان السطر الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، يعني السطر السابع. هني غادي ندير غير 3 سطور ديال العقيق، يعني اللي غادي يبانوا لي هنا في الجوانب. من بعد ما نوصل السطر السابع، يعني عندي هنايا في هاد العقيقه هذه اللي جايه في الوسط عندي 1 2 3، يعني فوق العقيقه الثالثه تنخدم 3 ديال الاعمده. من بعد ما تندور الخدمه طبعا وتنخدم تنزيد زياده اللي في الجناب اللي هما عمودين، تنخدم بالتناوب عقيقه 3 الاعمده، عقيقه 3 الاعمده، عقيقه. المهم ملي تنجي للوسط، ملي تنبغي نوصل لهاد الوسط اللي فيه 3 ديال الاعمده، لاحظوا تنجي فوق هاد العقيقه هذه فتنخدم عمودين ماشي 3 الاعمده. من بعد غادي نقول لكم علاش عمودين، ثم غادي نخدم 3 الاعمده اللي عندي. يعني هاد 3 الاعمده غادي نعوضهم ب 3 الاعمده. ثم شنو غادي ندير فوق هاد العقيقه؟ طبعا عمودين. دابا غادي نجيب واحد العقيقه كما العاده، ثم غادي نجي فوق هاد من هاد العقيقه هادي، غادي نخدم ماشي عمودين، غادي نخدم عادي، يعني 3 الاعمده ديالي 1 2 3، 3 الاعمده، ثم نجيب عقيقه، نجي فوق من هاد العقيقه نخدم عمودين، عفوا نخدم 3 الاعمده 1 2، ثم 3، ونزيد عقيقه، وغادي نجي وراء اخر، يعني تنخلي عمودين يعني في العمود الاخير نخدم 3 الاعمده. هنا كملت من هاد السطر هذا، يعني بديت تنفتح في الكوزه ديالي، في نفس الوقت زدت زياده من هنا ومن هنا. دابا غادي ندور الخدمه في هاد السطر هذا، فانا غادي نحبس الزياده، يعني غادي نرتفع بثلاثة سلاسل فقط، لاحظتوا، وعوض نرتفع بثلاثة سلاسل فقط، وهاد الاعمده اللي عندي غادي نعوضهم بعقيقه، ونجي فوق هاد العقيقه نخدم 3 الأعمدة 1 2، ثم 3، ثم نجيب عقيقة
نجي فوق هاد العقيقة نخدم ثلاثة الأعمدة، واحد اثنان، هنا الحرير راه مضوبل على خمسة ديال الشعرات، ثلاثة العقيقة رقم ثلاثة. هذا غير التوضيح الأخوات، يعني يلا دخلوا يلا التحقوا بينا. ثم غادي نجيب عقيقة ونجي فوق من هاد العقيقة، شحال غادي نخدم؟ غادي نخدم عمودين فقط. هنا غادي نخدم عمود فوق كل عمود، طبعا العمود الاخير ما نساهش، يعني العمود الاخير غادي نخدمه فوق من العقيقه، عاد غادي نزيد عمودين اللي غادي يعوضوا لي هاد الزمروده بهذا الشكل. دابا غادي نجيب عقيقه وغادي نجي فوق من هاد العقيقه نخدم ثلاثه الاعمده. شنو لاحظتوا؟ يعني العقيق اللي عندي في الجوانب ديال الكوزه هما اللي تنعوضهم بعمودين فقط، اما الباقي يعني فالخدمه تتبقى هي هي. نجيب عقيقه ثم نجي فوق هاد العقيقه هذه نخدم واحد اثنان ثلاثه، ما ننساش يعني راه هاد السطر هذا ما فيهش زياده، يعني غادي نخدم عقيقه وغادي نجي فوق العمود الاخير، فوق العمود الاخير نخدم عمود بهذا الشكل، عمود فقط، يعني اكتفيت من الزياده. ثم غادي نرتفع بثلاثه سلاسل، غادي نجي فوق هاد العقيقه نخدم عمودين، الارتفاع تعتبر العمود الاول. ثم نجيب عقيقة كيف ما لاحظتوا، فأنا هنايا يعني تنخدم بالتفصيل باش حتى المبتدئات يفهموا بهذا الشكل. ثم شنو غادي ندير؟ غادي نجيب عقيقة. نتوما كانت تجيكم هاد العملية صعيبة يعني ديال أنكم تبقاو تخدموا بالعقيق، ممكن انكم تطلعوا البياسه ديالكم بالعقيق، يعني البنطه ديالكم تخدموها بالعقيق من بعد تنبتوها. هنايا كما قلت لكم العقيق اللي عندي في الجوانب ديال الكوزه تنعوضهم بعمودين فقط، من بعد ما خدمت عمودين فانا تنكمل الخدمه، يعني عمود فوق كل عمود. ما ننساش العمود الاخير، انا كملت يعني عمود فوق كل عمود، من بعد غادي نزيد عمودين. ضروري ما غادي نبقى محتفظه بنفس العدد، يعني نبقى رد البال مع الحساب. هنا غادي نعوض هاد العقيقه او هاد الاعمده عفوا بعقيقه، ثم غادي نخدم ثلاثه الاعمده فوق من العقيقه، يعني كاين واحد الخويط فوق من هاد العقيقه هذه، الخويط ديال السلسله باش خدمنا العقيقه. غادي نخدم عليها ثلاثه الاعمده ثم نجيب عقيقه واحده اخرى بهذا الشكل هذا، وغادي نجي فوق من هاد العقيقه الاخيره نخدم ثلاثه الاعمده، هو العمود الاول العمود الثاني ثم العمود الثالث. العمود الثالث فمن الأحسن أنني نخدمه فوق من العمود الأخير
كيف ما لاحظتوا يعني فوق من العمود الاخر، باش الخدمه ديالي في الجوانب تجي مفينيه ومقاده. غادي ندور الخدمه بهذا الشكل، نرتفع بثلاثة سلاسل هنا طبعا. هاد الاعمده اللي عندي نخدم عليهم عقيقه، وغادي نشوف فوق هاد العقيقه هادي نخدم ثلاثه الاعمده. ها واحد اثنان ثلاثة، ثم نجيب عقيقة ونجي فوق من هاد العقيقة الأخيرة يعني اللي في جنب الكوزة شحال من عمود غادي نخدم. فطبعا غادي نخدم عمودين فقط، ونخدم عمود فوق كل عمود. بقى لي آخر عمود غادي نخدم عمود، وغادي نعوض هاد العقيقة هادي بعمودين. ها هو العمود الأول، ها هو العمود الثاني، ثم نجيب عقيقة وغادي نجي فوق من هاد العقيقة الموالية نخدم ثلاثة الأعمدة. ها واحد ها اثنان ثلاثة، وغادي نجيب عقيقة واحدة أخرى يعني في نهاية ديال السطر. غادي نجي للعمود الأخير، غادي نجي للعمود الأخير نخدم عمود. غادي ندور الخدمة نرتفع بثلاثة سلاسل، واحد اثنان ثلاثة، وغادي نجي فوق من هاد العقيقة الأولى نعوضها بعمودين. طبعا الارتفاع هو ثالث عمود، لاحظتوا الهين. بعد ما دورت الخدمه غادي نرتفع بثلاثه ديال السلاسل، من بعد غادي نجي فوق العقيقه المواليه غادي نخدم عمودين، ثم نجيب عقيقه وغادي نجي فوق من هاد العقيقه اللي من بعد يعني راه في جنب الكوزه، غادي نخدم عليها عمودين فقط. لاحظتوا الشكل ديال الكوزه بدات تتكون، وغادي نخدم عمود فوق كل عمود. غادي نرتفع بثلاثة سلاسل، أنا طبعا غادي نجيب عقيقة ثم غادي نخدم فوق من هاد العقيقة عمودين. هو العمود الأول العمود الثاني، هنا طبعا غادي نخدم عمود فوق كل عمود. هاد السطر هذا ما فيه حتى شي صغير، يعني غادي نخدم عمود فوق كل عمود. غادي نعوض هاد العقيقه بعمودين، ما ننساش العمود الاخير من هاد السطر هذا، ثم غادي نخدم عمود عفوا غادي نخدم عقيقه فوق من هاد ثلاثه الاعمده وغادي نتليها بعمود. المهم انا غادي نكمل هاد السطر، من بعد نشوف السطر الموالي. من بعد غادي نرتفع بثلاثه سلاسل، غادي نجي فوق هاد العقيقه غادي نخدم عمودين بهذا الشكل هذا. هني غادي نكتفي يعني الكوزه ديالي غادي نبقى نسدها. لاحظوا كيفاش غادي نخلي العمود الاول العمود الثاني فوق العمود الثالث نخدم عمود، ثم نخدم عمود فوق كل عمود. واحد يعني هنا بلا ما نحسب نحاول ما نفوت حتى شي عمود،
كما العاده غادي نخلي عمودي الاخيرين. غادي نوضح لكم هنا مزيان بالنسبه للمبتدئات فينا هو العمود الاخير ما قبل من الاخير. العمود الاخير ها هو، والعمود ما قبل من الاخير ها هو، وهنا يبقى لي عمود، يعني فينا هي العين ديال هذا العمود، ها هي يعني غادي نخدمها. اما الا خليتها بحال اللي خليت ثلاثه ديال الاعمده، هنا غادي يبقاو لي عمودين هما باينين، يعني راه عمودين اللي بقاو هنا. ثم غادي نجيب عقيقه، غادي نجي فوق من هاد العقيقه نخدم ثلاثه ديال الاعمده، خدمت عمودين فوق من العقيقه والعمود الاخير فوق من العمود الاخير بهذا الشكل هذا. ثم غادي نرتفع بثلاثه سلاسل، واحد اثنان ثلاثه، واحد اثنان ثلاثه، وغادي نجيب عقيقه. هنا طبعا غادي نجي فوق هاد العقيقه المواليه نخدم عليها ثلاثه الاعمده، ها واحد اثنان ثلاثه، ثلاثه د الاعمده، وغادي نخلي عقيقه، ندخل عقيقه عفوا، ولكن شحال من عمود غادي نخلي كما العاده، يعني غادي نخلي جوج. عندي ها واحد ها جوج، واحد جوج، يعني غادي نجي العمود الثالث فوق منه نخدم عمود، ونخدم ثاني نفس الخدمه، يعني عمود فوق كل عمود، فتنسد الكوزه ديالي. وفي الجوانب طبعا فاتت تتكولي ثاني عاود الشبيكه د ثلاثه الاعمده بالعقيق، يعني بحال البدايه. دابا بحال اللي غاديين بالعكس، كنا تنفتحو دابا تنسدو. غادي نخلي عمودين، يعني غادي نخدم عمود فوق كل عمود، فوق العمودين الاخيرين، فغادي نخليهم ها هما. ندخل عقيقه، ملي غادي ندخل عقيقه فانا غادي نجي فوق من هاد العقيقه المواليه نخدم ثلاثه الاعمده. هنا راه الزواقه جيت شي سهله، يعني خاصها غير شويه ديال التركيز. ثم ندخل عقيقه ونجي فوق العمود الاخير نخدم عمود. كيف ما ستلاحظوا في الجوانب، يعني بديت ندخل ثاني عقيق. غادي ندور الخدمه، نرتفع بثلاثه سلاسل، واحد اثنان ثلاثه، غادي نشوف فوق هاد العقيقه هذه، غادي نخدم عمودين، ها هو العمود الاول ها هو العمود الثاني. ثم غادي نجيب عقيقه، ضروري خاصكم تدخلوا واحد القياس لا باس به من العقيق. واحد اثنان ثلاثة، وملي غادي نبغي نجيب نخدم العقيقة فوق من الأعمدة فضروري يعني غادي نخلي غير عمودين، ها واحد اثنان. دابا غادي نخلي عمودين ثم نخدم عقيقة. غادي نشوف من هاد العقيقه نخدم ثلاثه ديال الاعمده، ها هو العمود الاول العمود الثاني ثم العمود الثالث، ونجيب عقيقه. كيف ما لاحظتوا فهادشي غادي غير بالتناوب، ضروري ناخذ هاد الشعيرات كاملين او هاد الخيوط، الخيوطه ديال الحرير، وفوق من العمود الاخير غادي نخدم العمود الثالث اللي باقي لي بهذا الشكل. علاش ما خدمتش عمود يعني هذا العمود الاخير خدمته فوق العقيقه؟ طبعا الا خدمت فوق العقيقه فالخدمه ديالي يعني غادي تطوى بهذا الشكل هذا، وهاد العقيقه هذه غادي تجي للجنب، يعني انا باغا الخدمه ديالي تجي مفينيه في الجناب بحال هذا الشكل. ندور الخدمه، نرتفع بثلاثه سلاسل،
ثم غادي نخدم عقيقة، نجي فوق هاد العقيقة نخدم ثلاثة الأعمدة، من بعد غادي نجيب عقيقة غادي نعوض هاد ثلاثة الأعمدة بعقيقة، وغادي نجي فوق من هاد العقيقة الموالية نخدم عليها ثلاثة الأعمدة، واحد اثنان ثلاثة بهذا الشكل هذا. ثم نجيب عقيقة، يعني في الجوانب الكوزة ديما تنخدم يعني بعمودين فقط، ها هو العمود الأول العمود الثاني فوق العمود الثالث نخدم عمود، وغادي نكمل هذا السطر هذا يعني هاد الكوزة هادي نكملها بعمود فوق كل عمود، عمود فوق كل عمود، ولكن العمودين الأخيرين غادي نعوضهم كما العادة بعقيقة. ها هو العمود يعني ما قبل العمودين الأخيرين خدمته، دابا غادي نخدم عقيقة، غنخدم عقيقة وغادي نجي فوق من هاد العقيقة نخدم ثلاثة الأعمدة، يعني ضروري نبقى محتفظة بنفس الحساب باش الزواقة ديالك يعني تطلع مقادة. هنايا طبعا غادي نخلي هاد ثلاثة الأعمدة، وغادي نجي فوق من هاد العقيقة نخدم ثلاثة الأعمدة، واحد اثنان ثلاثة، وما ننساش آخر عقيقة في هاد السطر اللي غادي نخدم من وراها عمود. هاي الزواقة ديالنا بدات تبان كيف ما تلاحظوا.